السلام عليكم خوت، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوت احنا معكم مباشره من حي عين سلطان مدينه بركان. كما راكم تشوفوا تهرس واحد القادوس او انبوب ديال الماء صالح للشرب، تهرس وراه واحد الكميه كبيره بلي راه تضيع. كما راكم تشوفوا الماء راه يضيع خير كثير، راه يهود الوادي في هذا المنطوره. كما راكم تشوفوا احنا الحاجه ماسه لهذا الماء هذا، كي تعرف السدود راها عندها كميه قليله، باش تشوفوا الماء اللي كنشربوا المناقص، والماء راه يضيع باطل وما كانش واحد. هذه الساعه بلي راه يضيع هذا الماء، ما كانش واحد المسؤولين اللي جا باش على الاقل يوقف هذا الماء بلا ما يصلحوه. نتمنى جميع المشاهدين اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه باش لحد يوصل المسؤولين. كعرف اليوم الحد ربما راهم روقوا هذا النهار، ولكن على الاقل بعد يكون الحد كيرمانوط، على الاقل يجيو بعد يبلعوا هذا الماء هذا الى بلا ما يتم الاصلاح ديالو. وهذا الخبيث هذا ديجا بعد بدا طردقوا واحد، جيت شفت مرتو مليها طردقوا واحد، هذا المره الثالثه وما طردقوه. عرفتي القواد كانوا يحشروا هنا، القواد ديال الوادي الحار، هم قواد كبار كنشوفوهم، ولكن ربما ما شافوش هذا القادوس. تشوف الخوت تم واحد على الاقل بعد القادوس ديال الماء، احد المسؤولين اذا شاف هالفيديو سواء هالفيديو هذا ولا مسؤولين اللي راهم يصوروا، الاقل يجيو بعد يرقدوا هذا الصفحه هذا باش ما يدعش هذا الماء كيديروا الرصاص بزاف. راه هذه شي ساعه بلي تربيت هذا القادوس الماء اللي يدي يهود المدينه. كما تشوفوا الماء راه يهود مع الواد، راه جا وما كانش اللي المسؤولين اللي يجي يحضر باش يتم الاصلاح ديالو ولا يريدوا هذا الماء، على الاقل ما يضيعوش هذا الماء اللي حنا محتاجين له بزاف. كما تشوفوا الخطر اللي في القادوس، وهذه ساعه بلي راه الماء يسير يضيع باطل، باش يجيو صحاب الشركات يريدوا هذا الماء، على الاقل اللي يبلعوا هذا الماء ما يمشيش ضايع. الناس محتاجه لهذا الماء، هو الماء راه يضيع، ما عرفناش شحال غادي يبقاو قاعد ديال الوقت اللي غادي يضيعوا هذا الماء هذا، ما حد هما يضيع الوقت والماء راه يضيع فابور. مرت شوف الخوت هذه تقريبا ساعة هو لما راه كيجي بهذه القوة هذه، نطلب الله يجيو بهذه ربط أحد المسؤولين هذا قد المياه خلف الشرط، واحد منهم جاي بعد الأقل شي يخدم ولا جزء على الأقل يريدوا هذا الأنبوب هذا معاهم اللي يبلعوه من بعد الاثنين ولا يتم الإصلاح ديالو. على الأقل هذه يعيش هذه المال الصراحة هذه حسمت إليه خاصة من جد هذا الوقت هذا ديال هاد العام كل التساقطات كاين الطريق والسدود اللي فيها الوجود كنت على عين السلطان. نتمنى هذا الفيديو يوصل عند الناس اللي ما جابوا يبارطاجيوه باش الاصلاح ديال هذا ان شاء الله باش يريدوا هذا الحادث هذا الضياعه راه كاينه واحد الوقت كاين فيه الا والماء كاين فيه ضايع. نكتبوا المسؤولين مثلا الاخ اللي جاي يبلعوا هذا الماء. مباشرة معكم من حي عين السلطان، كما راكم تشوفوا تهرس واحد القادوس ديال الماء اللي هاود المدينة، جايب على ما أظن 19 ديال ورطات هاود المدينة من هنايا. شوف القادوس تهرس، العمال كانوا يخدمونا بالقروة وهرسوه، ولكن هذه فاتت ساعة ولا جوج سوايع والماء كيضاع، ما كانش شي واحد من المسؤولين اللي جا باش على الأقل يريد هذا يبلع هذا الماء هذا باش ما يضيعش. هو احنا محتاجين لهذا الماء السكينه ديال مدينه بركان، شوفوا الماء راه داير مدينه بركان خلين الماء، والماء راه يضيع فابور هنا، ولا واحد من المسؤولين جا حضر باش يدير له هذا الماء هذه باش يصلحوه. كما راكم تشوفوا القادوس راه مطردق، الساكنه كلشي عندهم الخبر من هنا، الناس اللي راهم يفوتوا من هنايا راهم يشوفوا وكلشي راه يصور، والخبر يكون وصل للمسؤولين ولا واحد منهم يحرك الساكن باش يجيو على الاقل يبلعوا هذا الماء هذا ما يضيعش الاكل ما يضيعش. ولكن حتى واحد تعرف المسؤولين ديالنا كي دايرين.
الماء الخطر، الماء الخطر هذا باطل، ولا واحد مسؤولين جا حضر. نطلبوا شي واحد يكون مسؤولين يشوف هذا الفيديو اللي نشرها ان شاء الله في الفيسبوك مباشره، نتمنى الاخ اللي يجي بعدا بالله هذا الماء ما نخليوش هذا، راه يمشي مع الوزاره.